هنستغلها. الفقره اللي حضرتك بتنورنا فيها، انا عن نفسي بفضل دايما ان انت ايه يعني انت اللي تسوق الفقره. لا عايز لا. تكلمنا عن ايه بالترتيب اللي تعوزه؟ انا سايب لك نفسي. ربنا يخليك. احنا هنخليك مش انا اللي هتكلم والاستاذ كريم هيتكلم، التاريخ هو اللي هيتكلم، هو اللي يحكي. تملي احنا كافراد كمؤسسات لما بنيجي نفتخر بنفسينا بنفتكر بتاريخنا. طبعا النادي الاهلي كمؤسسه لما يتحط تحت اي ضغط من كل اللي حواليه ما بيتكلمش، بيخلي التاريخ هو اللي بيتكلم. واحنا النهارده هنخلي التاريخ هو اللي يتكلم وليس الافراد. هنبدا نقول ان ازاي في كام حاجه كده حصلت الفتره الاخيره انا بتكلم عنها بسريعا كده، ان دور الناشئين في اوقات كثيره من تاريخ النادي كان مهمين جدا. لما الاهلي يجي يقول انا عايز الناشئين ويسند يلاقي الناشئين. ايوه طبعا. عايز رجاله الاهلي بيلاقي رجاله الاهلي. وده لقيناها في فترتين هنتكلم عنهم النهارده، 1962 و1985. وعايزين نقول الاهلي ياما من 81 ياما جمع بين الدوري والكاس بشكل كتير جدا، يعني مش حاجه نادره ولا احنا شفنا حاجه اول مره نشوفها بفرحانين بيها، لا احنا طول عمرنا بنجمع الدوري والكاس. ازاي نشوف برضو من التاريخ ان ازاي الاهلي كان تملي يعني بيمثل مصر وبيرفع رايه مصر في كل مكان. وهنا كان التاريخ بيقول في كل نصر النادي الاهلي تحيا مصر، من زمان واحنا بنقول تحيا مصر. ها فالاهلي كان هو الرايه الخفاقه اللي بتمثل مصر في كل العالم مش في افريقيا بس. كان الوضع عامل ازاي في الستينات؟ كان وجع يعني كان صعب شويه، كان جريمين او كان الناس مش بيحقدوا على الاهلي. لا من اول بطوله ما بدات 48 ل 62 اتنقلت 12 مره، الاهلي يكسب 11 مره. يعني مفيش حد معاه في الدوري ولا حد يعرف الفرق اللي حواليه، رغم كان الفتره دي فرق قويه جدا. يعني الترسانه والاتحاد والمصري وفرق قويه جدا. الاولمبي واسكو والحاجات اللي زي كده كانوا لسه اللي بداوا بقى يظهروا بعد كده ويطلعوا من الدرجه الثانيه والثالثه. أيوه. وتظهر يعني فرق كبيره، بس الجميل ان الفيزيتات كانت صعبه جدا على النادي الاهلي لما دخل نصها. لكن احنا من 48 لو قلنا مثلا لغايه نص اول الستينات كان الاهلي بياخد كل الدوري سيطره كامله من الاهلي. سيطره كامله. جينا في اول الستينات بقى بدانا الاهلي يظهر ايه لعيبه زي ريع ومطر والسايس، كابتن السايس ها كان كابتن ما شاء الله عظيم، ازاي دخلهم في الفريق ولعبوا. هنا في 1962 في الماتش كان في ماتش الاهلي والزمالك. ايوه. والاهلي بدا الدوري. يدخل يدعم الفريق بالناشئين عشان يعمل صف تاني. دي صوره كانت من مجله اجتماعيه اسمها الجيل. ازاي لسه هنشوف الجرايد كمان دي في الجيل. وعايزين نقول بقى ازاي كانوا بيغطوا الايه المطوش. شوف الجمهور قاعد ازاي هناك. ده الكلام ده في الستينات. ده 62. 62. بص الجمهور واقف على حيله اهو. طبعا. احنا بنفتخر ان جمهور الاهلي من عامة الشعب. احنا عامة الشعب. احنا 95 يعني احنا شايفينهم دول اجداد جماهير النادي الاهلي الحاليه. واقفين على رجليهم. وكل انسان البسيط اللي لابس بدله ولابس قميص ولابس جلابيه، بص يعني هنا البطوله رقم 11 للاهلي من 12 بطوله. في 1962 قامت 12 بطوله. دي شوف هنا بقى شباب الاهلي، حضرتك تقراها يا كابتن كريم طبعا. شباب الاهلي هزم خبره الزمالك 3-0. السايس وطارق والفلاجيلي سجلوا اهداف النادي الاهلي. مين الكابتن طارق؟ كابتن طارق سليم اخو الكابتن صالح سليم. بص الصوره اللي على اليمين فوق بالنظاره، مين واحد بيسقف في المدرجات؟ طبعا كابتن صالح سليم. هنشوف تحت هنا على الشمال كان مكسور كابتن صالح سليم في الماتش دوت. وكان في المدرجات نزل بعد الماتش متشال على الاعناق. يا سلام، ده التاريخ بيقول طبعا. المبادئ لا تتجزا. ها اللعيبه الكبار ازاي التاريخ بيكرمهم اللي بيحافظ اهو، ادي الصوره بتقول اهو. عظمه عظمه. الناشئين مع الكبار فرحه كبيره طبعا. وجابوا كابتن صالح سليم من المدرجات شالوه على الاعناق ولفوا في الملعب برغم انه مصاب وما بيلعبش ومش موجود. ها وكان يعني زي بيقولوا كان هيفنش وكان هيروح يحترف وكان اكتر من اقاويل في الفتره دي بالذات. ازاي شالوه بالنضاره السمراء كده؟ طبعا ده جميل ان لعيبه نادي الاهلي اهو نفس صور بس الطريقه ثانيه. هو قاعد هنا مش مشدود قوي وهنا شايلينه. اللي بيلعب في الاهلي رحمه الله عليه كان يعني كاريزما استثنائيه طبعا حقيقي. يعني تاريخ النادي الاهلي طبعا. كمان هو ما كانش عايز من مصر مش دلوقتي، في ناس كتيره ها يعني الاهلي لعب فيه الوف. لو احنا هنخلي كل الوف اشتغلوا في الاعلام في النادي الاهلي، هنخلي الوف كلها يبقوا موجودين في النادي الاهلي، ما في ناس بالمميزات تشتغل. وهنا بيسقف فرحان الاداء، لان في السنه دي الاهلي كسب الزمالك رايح جاي 3-0 3-0.
بس الماتش ده انا جبته الدور الثاني رايح جاي ثلاثات حلوه الجمله اه واحنا سمعناها خدوا خمسه رايح خد اربعه حاجه ظريفه كده أيوة. بس احنا بنتكلم دي البطوله هي مكتوب فوق مش انا بقول اهو اي 14 اي 12 سنه البطوله 12 بطوله خدنا 11 منها اهو وسجل اهداف اهي فده شيء جميل ان احنا بنتكلم عن التاريخ وان ازاي ان لعيبه الاهلي على مدار تاريخها كل همها النادي الاهلي وتاريخه طبعا. مش عايزين منصب مش عايزين يطلعوا في التلفزيون يا سلام الاهلي يصحى كذاب ده ويستأنف احتقاره للدوري ده في السنه دي احنا كمان يعني اقول ايه ما هو لو 11 دوري من اجمالي 12 في 14 سنه فهو احتكار فعلا تمام هم اقامت 12 لو 14 سنه اقامت 12 بطوله احتكار صحيح. غير عادي طبعا يعني احنا طبعا. اول بطوله اهو حتى ليه انا بقى بجيب هنا ليه جبت 62 ودي في 67 ها ان دائما في الناشئين نادي الاهلي هم ليهم الذراع العليا ان هم بيبقوا نمره واحد الناشئين عشان كده احنا عندنا الرديف عندنا الاحتياط القوي طبعا. اللي يقدر في اي لحظه واحنا مش هنقول اهو للمره الثالثه الاهلي يهزم الزمالك واحتكر بطوله القاهره للناشئين انا ليه بقول جبت ماتش من الناشئين وبطوله القاهره غير الماتش الكبير عشان اقول ان حتى على مستوى الناشئين الاهلي نمره واحد كعبه عالي على كل الفرق بيلعبها نمره واحد الناشئين عشان كده احنا عندنا قاعده عريضه بتظهر في الوقت المناسب طبعا الاحتياط طبعًا. مش شرط يكون انت عندك احتياط في اي حاجه لا وبتظهر وبتعمل فرق كبير وملحوظ الحقيقه طبعا يعني. وبيظهروا يعني وكانهم بيكتبوا شهادات ميلادهم الحقيقيه بقى في ارضيات طبعا النهارده جيل 85 هتشوف بعد كده كلهم فين دلوقتي من كابتن حسام حسن كابتن طارق خليل كابتن احمد شوبير طبعًا. اللي شال النادي الاهلي في الموسم ده ولعب بالناشئين كان هو الحارس وبعد كده الاهلي قال لا احنا برضه نطعم وطعمنا جبنا كابتن مصطفى عبده تقديرا ليه ورفع الكاس بعد ما كسبنا الزمالك وبعد كده الترسانه بعد كده كسبنا الاسماعيلي 1-0 فهدف المرحوم علي اغا حارس الاسماعيلي ها وخدنا البطوله كانت بطوله مهمه جدا لان البطوله دي انتصرت المبادئ وده اللي هنشوفه دلوقتي لما يقولوا ابو الاشبال والناس كانوا بيحبوا مفتي ابراهيم وكابتن مفتي ابراهيم وكابتن عادل طعيمه هتشوف صوره كابتن عادل طعيمه صغير هنا وبيتكلم عن المبادئ هنا من هنا نبدا بقى من هنا اشبال الاهلي يعدون امل للكره المصريه حاجة عظيمة يعني ازاي في كل فترة مين بقى اللي مشاه على عناق الله رحمه الله الكابتن الجوهري وشالوا كابتن محمد السيد وكابتن شمس لسه هنجيب بقى انا جايب من الدخل كابتن الجوهري ناس فرحانة طب. هنا كابتن محمد السيد ما حدش كان لسه يعرف اللعيبة الصغيرة دي مين مرة واحدة كده كان عنده 14 سنة بقيت قاعد كده خايف ان الاهلي هيشيل كتير ده الزمالك بيلعب بمين؟ بالكورشي وكابتن فاروق جعفر وكابتن ناصر ابراهيم كل العمالقة اللي كانوا واخدين افريقيا ساعتها يوم يبدا الماتش ها يجي جون هنا ويجي جون هنا ويجي جون اوفسايد للزمالك فاروق جعفر كابتن فاروق جعفر كابتن عظيم قوي جاب الجون الثاني من اوفسايد والجون الاولاني كابتن كوارشي كان محترف في نادي الزمالك اجوان الاهلي بص بقى هنا كابتن محمد سعد كابتن محمد عبد العزيز زيزو كابتن شوبير شادي محمد كابتن علاء عبد الصادق كابتن بدر رجب كابتن حسام حسن ها الناس دي كانت اول ظهور ليها كان كابتن حسام حسن هو ظهر وكابتن ابراهيم ما لعبش كان كابتن حسام هو موجود فلعب وكان كابتن شوبير هو حارس على النادي الاهلي ونزلوا والنادي الاهلي من مبادئه راهن اهو ودي صوره بالالوان دي بقى في اخر البطوله كابتن ربيع ياسين وكابتن مجدي عبد الغني وكابتن محمود صالح وربيع ياسين وكابتن زيزو وطاهر ابو زيد وكابتن علي ميوح حسام حسن شمس حامد ها طارق خليل علاء عبد الصادق دي في اخر ماتش الاسماعيلي اوكي طعمنا بكام لعيب عشان يدوا الثقه للعيب اللي بيلعب على الكاس وجاب الجون مين كابتن طارق خليل خد الكورة وراس كابتن علي اغا وحطها بهدوء. هنا كل الصور دي هنا بقى جميل قوي، مين اللي كان عامل التحقيق ساعتها؟ الكابتن عدلي القيعي. استاذنا عدلي القيعي طبعا. انا جبتها لوحدها وصورتها كده ها وكانوا جايبين بقى عن صور هنا شوفوا صور الكابتن مفتي ابراهيم وكابتن ها عادل طعيمه يا سلام اهو. هنا اول ما خدنا البطولة. الشباب المدعم. طبعا. احتفظ للاهلي بالكاس. وبعدين لما كنا بنخش بندعم كنا بناخد بيهم البطولة. يعني كنا بندعم خدنا 62 البطوله كنا بندعم دعمنا 85 طبعا وورينا ان جميل قوي انك بتدعم وبالتدعيم ده بتوصل للمراد اللي انت عايزه وهنا الاهلي اهو بص الجمال بص الحلاوه شوف الفرحه اهو كابتن مصطفى حسين ابو نشيل ايوه لهذه الاسباب اشفقت على اللاعبين كان خايف على اللعيبه ان هم مره واحده المبادئ هاتوا الناشئين لعبوا الاهلي كلمه ما
رمز طبعا من زمان. احنا مش بنتكلمش في المبادئ بقى لنا 5 سنين و10 سنين. لا الحقيقه دايما يعني دايما ناشئي النادي الاهلي في كل زمن وفي كل جيل دايما على اهبه الاستعداد والجاهزيه، بتلاقيها بكل صورها انت شايفها قدامك في ارضيه الملعب، بيعملوا دايما فرق الحقيقه. دي مؤسسه يا استاذ كريم، طول عمرنا مؤسسه بنكمل بعضينا، ماشي على نظم ومناهج ماشيين عليها. مش الكابتن جه رئيس النادي، الكابتن جه كابتن تاني، جه اللي جه. لا يعني اللي عايز اقوله ان هما دايما عنصر طمانه ودايما عنصر امان. طبعا. يعني مفيش مره بتهيألي ان احنا اضطرينا او يعني اضطرتنا ظروف ان احنا نلجا للناشئين غير لما كانوا على قدر المسؤوليه. وعلى فكره كمان احنا لما كنا نلجا للناشئين ما كانش يهمنا النتيجه. برغم كده ما كانش يهمنا ناخد البطوله وما ناخدهاش، كان يهمنا نودي رسائل ان احنا ماشيين على منهج معين، مبادئ معينه وقيم. لا قال لك هنا مش مهم البطوله بس المهم ان تنتصر المبادئ، ما دام انتصرت المبادئ ها مش عايزين البطوله. فلا ده احنا انتصرنا المبادئ واخدنا البطوله، فده مكسب عظيم. عشان كده انا بتملي بقول ان الاهلي او شوف انا كابتن عادل تعمل بيقول ايه، سالونا في المانيا كيف يكون عندكم هذا المستوى ها وما بتاخدوش بطولات على مستوى الايه اللي الفريق القومي مثلا، كنت ساعتها الفريق القومي يعني بعافيه شويه. هنا كابتن انور سلامه شوف بيقول الموهوبين ها، كل الناس دي ما كانتش اهمها منصب يمسكوا حاجه في الاهلي ولا يمسكوا اعلام في الاهلي يا اما يحاربوه، لا التاريخ بيقول كاس الاهلي بعد الدوري. دي نقطه ثانيه بقى هنخش نقطه ثانيه احنا يعني هنتكلم عليها. الاهلي على تاريخه على طول كان بيجمع بين الدوري والكاس، كاس والدوري، حاجه طبيعيه جدا، حاجه ظريفه يعني مش حاجه صعبه. احنا كنا ناخد دوري وكاس وكاس افريقيا ولو في دوري رمضانيه كنا خدناها ها. فبالنسبه لنا لما ناخد دوري وكاس، اي فرقه تاخد دوري وكاس تبقى فرحانه طبعا، وصلت لاعلى ان شاء الله. قعدوا 10 سنين ما ياخدوش تاني مش مشكله، المهم احنا السنه دي خدناها بكل الطرق كمين. فالتاريخ هنا بيقول اهو. هنا كمان حاجه كويسه، احنا كويس ان نجيب ما بين ان الاهلي كذا مره يحتفظ بالدوري والكاس بطريقه جميله جدا وعلى طول مش صعبه يعني بالنسبه لنا، وازاي ان الاهلي كان هو مصدر البسمه لمصر. ازاي كان في كل سنه الاهلي ها. شوف هنا بقى يا ريت تقراها انت يا كابتن لو سمحت. استقبال تاريخي للاهلي بطل افريقيا، لاعبو الاهلي هتفوا عند تسلم الكاس تحيا مصر. يا سلام يعني الاهلي تاريخه كله ها يهمه تحيا مصر طبعا، يهمه ان مصر اللي هو راح يلعب باسمها ها صحيح. الاهلي او اي فرقه بتلعب باسم مصر في اي لعبات بيقولوا مصر لما بيرتفع العلم طبعا مصر طبع. فشوف هنا اللعيبه بيقولوا طبع. ايه شوف الاهلي تملي كان دايما مصدر فرحه للمصريين ها صحيح. مصر مصر الاهلي المصري طبع. مش الاهلي المحلي. الاهلي ما يتهاجمش، الاهلي ما يتحاربش، لان الاهلي هو مصر. الاهلي بيلعب باسم مصر اهو، كاس الاهلي كاس افريقيا للاهلي ها. هذا كابتن سجارة خطير 3-0 طبعا هنا، وكان ماتش صعب قوي، كانت فرقه قويه جدا. السنه الثانيه على التوالي الاهلي بطل كاس افريقيا، ابطال. على فكره احنا احتفظنا ببطوله افريقيا. ايوه لو احنا زعلانين الجيل اللي موجود دلوقتي كنا احنا اقرب ناخد البطوله للمره الثالثه على أيوه التوالي طبعا. لا خدناها 3 مرات واحتفظنا بالكاس للابد. يعني خدنا كاس ابطال كؤوس افريقيا طبعا. 3 مرات يا استاذ كريم واحتفظنا اهو. اقرا حضرتك تقرا برضه. الاهلي شرف الكره المصريه، هزم زامبي وصعد للدور قبل النهائي. مين الكابتن بيجري ده؟ بقول مصر الله اكبر. مين كابتن بيبو؟ يعني الظاهره الكرويه الغير مسبوقه والغير متكرره. اقروا التاريخ، ما تحكموش وتعملوا مقارنه بين لعيبه له 5 6 سنين ها وبين لعيب اثنى حياته في مصر 30 40 سنه أيوة. بين لعيب كل العروض اتعرضت عليه ملايين وما رضاش، بين لعيب كان بينزل ومصاب ويديله الحقنه الكورتيزون عشان يلعب. مش الكابتن الخطيب بس، كل النجوم اللي شرفوا مصر كانوا بيلعبوا باسم الاهلي وبيلعبوا باسم مصر. احنا لازم يا كابتن نتعاون، لان الاهلي هو مؤسسه مصريه طبعا بترفع راس طبعا. مصر في كل طبعا. مكان طبعا. ومش انا اللي بقول، التاريخ قدامي اهو.